طيب عبر فيسبوك نزلت بوست كتبت بيه ايش قد حلو من تنزل برنامج يكشف الحسابات الوهمية اللي تهاجمك وتكتشف انه 50% منهم مبعوثين من شعراء زملاء. فعلا بين قوسين اثنين منهم نجوم بالشعر، ليش يحاربوك؟ وهذا السؤال غريب. طبعا هو هذا البرنامج انطاني اياه شخص ما نصحني به لأن يدرب مشاكله. برنامج كنا محتاجين هالبرنامج. ذكرني شفت مسلسل وذكرني بيه، يكون مسلسل مصري واحد يركب كاميرات ويسمع الشسمة شو يقولون عنه وينصدم بيهم وينصدم. انت صدمت بزملاء؟ كنت متعرض إلى هجمة مو شرسة يعني مو طبيعية. زي منو من الشعراء اللي خوب قلتها بالبوست ذاريد، لكن الموضوع شنو هو كل ما تريد تسوي سيرتش يعني لازم عبر الأبل ستور ماكو تدفع تدفع تقريبا حوالي حتى تشوف أصول أنه هذا مرتبط بحساب أو ما مرتبط. أكو مرتبط أكو، شفت حسابات مرتبطة أروح يعني عادي أشوفها، بس انصدمت بحسابات هذا صديقي أو مو صديقي يعني بصراحة خلينا نكون واقعيين. زملاء مهنة يعني. جيلك لو أجدد لو أقدم؟ لا والله من جيلي لا، حرام علي. أجدد يعني؟ أجدد واحد منهم أنا يعني يمكن شفتها استعجال مني يعني من عاتبته. من هو؟ هو ما يعرفني شخص. ما دام عاتبته قول. لا عاتبته بينه وبينه هو الرجل حتى ما معروف حتى أوكي. أقول عنه كتبت له شنو البياناتنا حتى أنت مسوي لك 10 أسماء تدخل كذا. أنا خوب أقدر أخلص من هذا الموضوع كله بأن أسد الكومنت وخلاص انتهى الموضوع. بس قلت لك أنا أتعامل ويا هذا العالم الافتراضي اللي نعيش به على أنه عالم غير حقيقي. أنت بالعادة حليم بقراراتك لو متسرع متهور؟ لا، هي هاي المشكلة. أنا لو متسرع أرتاح بوقتها، لكن أنت من تصبر الإنسان يعني أنا مرة والله العلي العظيم راح تشيها وما حاشيها صادق. مرة رجعت من لقاء كان اللقاء لايف، سألوني تعرف البرامج الشعرية التقليدية سألونك شنو رأيك بفلان وأنا ما أعرف ولا صادفة، أثنيت عليه وأثنيت على قصيدة عنده. وراها بيوم ها خابرني وتشكر مني وقال لي أنت إنسان والله العظيم اللي كان إحساسي طلع بمحله يعني أنت ابن الناس وأشكرك من هاي التفاصيل. وراها فترة أو مو فترة والله يوم دا أسوي سيرتش لقيت فتشي شايف هذا الإعلان أو التسمية باليوتيوب حتى الطب تشوف شكو لا أكو تسمية رابط. اسم يلفت الانتباه. أي شنو عنوانه؟ علي الفريداوي يضرب المنصة في فلان محافظة. شنو يضرب المنصة؟ زين شنو ربطه بهذا الشعر؟ فتواصلت ويا ناس الأصحاء يعني يعرفون صاحب القناة باليوتيوب صار اتصال أنا وياه وحكيت وياه شوية خشن. قلت له أنت بأي شلون تكتب هيك موضوع؟ قال لي أنا هيك وصلني وما أدري شنو. قلت له حب أنت يعني ضغطت علي ويعني سمعت كلام في وقتها. قلت له ما راح يعني ما راح أعدي لك إياها من هالتفاصيل أنا كنت منفعل يعني. فرجع خابرني قال لي أنا بهذا الأسبوع هاي ثاني مشكلة من نفس الشخص.
والله شاهد انا حذفته للمقطع وراح ادز لك المسجات. دز لي المسجات من الشخص اللي انا مدحته قبل والله العلي العظيم. هو محرض انه ينشر. وهاي النعمه اللي اعظم ما خلق رب العالمين. شاعر معروف هو؟ نعم. انصدمت صدمه غريبه. لا اقدر اعاتبه. انا اخجل. ما قلت له. هو درى واتصل وانا ما جاوبت لان اكيد الطرف الثاني قال له. فانت هذا العالم عالم السوشيال ميديا، احنا كان هذا المحور كان المفروض نحكي به. هذا عالم اذا تعتبره عالم حقيقي انت راح تعيش اوجاع. صحيح. وتعيش اوهام. او تعيش اوهام.